يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. نكمل على محاضرة المرة الماضية اللي وصلنا فيها على عند الكام. نرجع نتذكر شو هو الكام، وبعدين نروح على الحالات اللي بتستدعي استخدام هذه التقنية. احنا هون وصلنا، بس خلينا ناخذ شوية ريفرش. لا، شو معنى كام؟ يا شو معنى كام يا بدرية؟ يا فراس؟ كمبيوتر ايديد مانيوفاكتشرينج. شو يعني؟ صح، شو يعني؟ تصميم مساعدة الحاسوب. تصميم مساعدة. غلط، تحكي انت مانيوفاكتشرينج. يعني بالضبط، يعني تصنيع ومساعدة الحاسوب. يعني مين بيقدر يفسر بزيادة؟ هو الاسم مفسر حاله من حاله، بس يعني اذا قلت لك تعريف الكام، شو بدك تعرف لي اياه؟ هنا يلا يا عبد الرحمن. استخدام الحاسوب لعملية التصنيع. من حيث نستخدم برامج في العملية، زي مثلا مدخلات ندخلهم. ايوه. العمليات اللي بتجروا بس الكمبيوتر بيشتغل فيهم يعني. ماشي، في تعريف ممكن يكون افضل. عبد الله. التقنية بنستخدمها في التصنيع اللي هي عن طريق استخدام الحاسوب، مثلا نيجي نحكي هون زي الروبوت الرجل الآلي، وبرضه نصيرش موجه عن طريق الحاسوب، لذلك يكون عندنا استغناء عن الإنسان. استغناء، بلاش نقول استغناء بسيط. آخر شيء أسمع من ضياء. بس اللي هو بيكون التصميم عبارة عن اللي هو مدخلاته عبارة عن مخرجات نظام الكاد اللي هو التصميم، ويتم التصنيع وفق الاعتبارات اللي أخذوها، تم الأخذ فيها بالكاد. صح، وممكن برضو يكون المدخلات تبعته مش بس من الكاد، يمكن أنت تدخل له مانيوال داتا، معلومات مانيوال، بس يفضل أنك تعمل انتجريشن، يعني تكامل، اللي بخرج من الكاد يدخل على الكام. يعني ممكن الإنتاج البسيط ممكن تعمله أنت ادخال بايدك، اما في شغلات معقده ما بزبط. فخلي الكاد دغري هو لحاله يكون في ترحيل لهالمعلومات من الكاد للكام دون ما يتدخل الانسان. طيب، في كمان شوي يعني نزيد شوي على التعريف لقدام، لما بنحكي عن الفئات الاساسيه تطبيقات الكام رح نتوسع شوي بالتعريف. انتوا هلا كل التعريف اللي بتقولوا لي انه يستخدم الحاسوب في عمليات التصنيع، في عمليات الرقابه، في عمليات التحكم. كمان هذا الحكي ما قلتوه لحد هلا، حتى هلأ ماشي لأني لسه ما غوصت فيه، بس كمان شوي لما أصير أقول عن فئات تطبيقات الكام هيدخل هذا الحكي ضمن التعريف. طيب، نيجي نقول على الحالات اللي أنا بدي أستخدم فيها الكام. إحنا وصلنا هون المرة الماضية، صح؟ طيب، قلنا بجزء أول تنتين، يا سوزان ذكريني أول وحدة. أجزاء مختلفة ذات متطلبات متغيرة أو دورية. إذا بتحكي عن تغيرات كتير، كل شوي بدك تغير في المتطلبات، فالأسهل إنك تستخدم الكام في عملية التصنيع هاي. يلا يا عدي. تعقيد وصعوبة المنتج. إذا بتحكي عن تعقيد، أكيد حيكون الحاسوب يعني بيقدر يستوعب هاي التعقيدات أكثر مما لو أنت اشتغلت بدون حاسوب. صح. عربية. تزايد العمليات الآلية على جزء واحد. إيش؟ عيلي صوتك. عند تزايد العمليات الآلية على جزء واحد. يعني عمليات كتير بتشتغلي على جزء واحد، وبالتالي برضو الحاسوب بيقدر يستوعب انه يشتغل اكثر من فانكشن بنفس الوقت. طيب، شيء ثاني. يا انما تكون مهارات التشغيل والرقابة مطلوبة. شفتوا، صار بيحكي عن رقابة، صار بيحكي عن تشغيل، رقابة هاي مهمة في الكام، مش بس تصنيع، مش بس تشغيل، رقابة كمان. طيب، في شيء ثاني؟ خلصنا هون. طيب، نروح ل الفئات الأساسية تطبيقات الكام. هلأ ركز معي شوي، في شوية هيك لبس أو تداخل في الفقرة اللي معطينا إياها في الكتاب، بدي أشرح لكم إياها أنا وبنقل لكم إياها. ماشي، شوف شو قايلت لك. قايلت لك إنه في عندي فئتين أساسيتين لتطبيق الكام، نفس الحكي في الكتاب. هلأ كيف مصنفهم الكتاب؟ شوي في خطأ. نشوف شو الصح. الصح يا جماعة إنه في عندك نوع أول من التطبيقات بنسميه تطبيقات مباشرة، نوع ثاني بنسميه تطبيقات غير مباشرة. شوف بالمباشرة شو أنا بقصد فيها. في المباشرة أنا بربط الحاسوب بشكل مباشر بالعملية التصنيعية من أجل إيش؟ مراقبتها والتحكم فيها. من أجل مراقبة وتحكم، مراقبة وتحكم. هاي في التطبيقات المباشرة. شوف شو قلت لك، في عندك ربط بشكل مباشر بالعملية التصنيعية. في النوع الثاني أو بالفئة الثانية في عندي تطبيقات غير مباشرة، يعني فيش عندي رابط مباشر ما بين العملية التصنيعية وما بين الحاسوب. طب شو إذا بستفيد أنا من الحاسوب هون؟ بستفيد منه يا عبد الرحمن. ممكن في الرقابة، ممكن في
الاختبار مثلا لو انتجنا احنا منتج بنختبره بندخله على ماكينه بتطلع الماكينه هاي بتحول معلومات للحاسوب ببين لي اياها انا قديش مثلا متانته لو بدنا نقيس مثلا عن الحديد على اختبارات في هاي اختبارات. التطبيقات غير المباشره يتم احد الاستخدامات تبعيتني انا بسوي اختبارات على هالمنتج اختبار مثلا ممكن على الكواليتي في عندي برامج خصوصي على الحاسوب مختصة في الكواليتي انا بفحص الكواليتي تبعته هاي قال لي تقرير الجودة ممكن اخطط للطاقة الكاباسيتي يمكن احكي عن الانفنتوري المخزون كل هاي في برامج سوفت وير جاهزة بتحكي عن المخزون بتحكي عن الكواليتي بتحكي عن الكاباسيتي كل هذا الحكي بسموه تطبيقات غير مباشرة أو بسموها دعم دعم نفس المكمل مصطلح دعم مكتوب إنه المصطلح هو دعم أفضل مما مكمل خلينا نقول هي تساند تدعم العملية التصنيعية يعني تخيل لو ما فيش عندك برامج مشان تراقب على المخزون باستخدام الحاسوب يعني بيمشي الوضع ماشي اوكي بس اذا كان بيكون اذا كان موجود عندي بصير الموضوع اسهل وادق واسرع واقل تكلفه وكل شيء افضل صح فبالتالي هاي التطبيقات غير المباشره تدعم كلمه تدعم مهمه بسموها تطبيقات دعم للعمليه التصنيعيه هلا بالفوق العمليه التصنيعيه بيور لتحت لا دعم للعملية التصنيعية طيب هلأ فوق حكيت لك أنا تطبيقات مباشرة من أجل الرقابة والتحكم هلأ في الرقابة يتم نقل معلومات من العملية التصنيعية للحاسوب في التحكم العكس بنقل أنا أوامر أو تعليمات إذا بدك من الحاسوب للعملية التصنيعية أنا بتحكم فيها فلما براقب أنا بأخذ داتا منكم بكون انا اطلع عليكم وباخذ فيدباك منكم هاي الرقابه لا بالتحكم لا انا بعطيك اوامر بصدر اوامر مني لإلك وضحت الصوره طيب خليني انقل لكم الفئتين الاساسيتين لتطبيق الكام ونسولي اللي موجود في الكتاب يلا نحكي اول فئه اللي هي تطبيقات مباشره هيها يتم ربط الحاسوب بس بدي ازيد لك كمان شوي اعيدها طيب يا تطبيقات مباشره فيها يتم ربط الحاسوب بشكل مباشر بالعمليه التصنيعيه هيها من اجل مراقبتها هلا حط عندك في الرقابة في عندي اتصال مباشر لأنه أنا قلت تطبيقات مباشرة في الرقابة عندي اتصال مباشر بين الحاسوب والعملية التصنيعية من أجل إيش بالضبط من أجل ملاحظة العملية من أجل ملاحظة العملية تابع للتطبيقات المباشرة عشان قلت لك من أجل الرقابة والتحكم بدي أقول لك بالرقابة شو بصير وبالتحكم شو بصير بس الرقابة إيش؟ يا هلا بقول لك الرقابة في عندي اتصال مباشر قلت تطبيقات مباشرة فالرقابة اتصال مباشر ما بين الحاسوب والعملية التصنيعية من أجل ملاحظة العملية من أجل ملاحظة العملية والمعدات المتعلقة بها واستخلاص البيانات حط بين قوسين انه يتم نقل الاشارات من العملية التصنيعية الى الحاسوب هلا التحكم حكينا من اجل الرقابة والتحكم في التحكم في عندي اتصال مباشر بين الحاسوب والعملية حيث يصدر الحاسوب هون بصدر الحاسوب أوامر على شكل إشارات
مباشرة إلى العملية التصنيعية، يعني من الحاسوب إلى العملية التصنيعية. طيب نيجي للتطبيقات غير المباشرة، هيها المكتوبة عندي إنه لا يوجد ربط مباشر بين الحاسوب والعملية التصنيعية، بل يتم استخدام الحاسوب لدعم العملية التصنيعية من خلال، هلأ نأخذ أمثلة، رقابة على المخزون، يقول لك إمتى تطلب، قديش تطلب، تخطيط الطاقة، تقارير الجودة، إذا بدك جدولة العمليات، شغلات كتير، تخطيط المواد، برضو تطبيق غير مباشر، أمثلة كتير بنلاقي على التطبيقات غير المباشرة. طبعا الإنسان ضروري في هذا الحكي، صح ولا لا؟ بس بكل سرعة ممكن تستخدم العمليتين صح؟ كيف وضح؟ تطبيقات مباشرة وغير مباشرة. طبعا هيك أفضل، صح ولا لا؟ طبعا مباشر وغير مباشر. هلا غير مباشر قلنا هي دعم، اسمها للدعم. بس يعني هلا البروتوتايب والهاي الشغلات تعتبر غير مباشر؟ البروتوتايب، البروتوتايب هي عملية تصميم، صح ولا لا؟ قلنا في الكام انت بتعمل تصميم، يمكن تطبيقات مباشرة، انت بعد ما بتخلص الكام تصمم استخدام الكام، تروح بتعمل تطبيقات مباشرة انك بتربط بين العملية التصنيعية والحاسوب، بس على يعني حجم صغير، سكيل صغير. لا في بيعملوا البروتوتايب الجاهز اللي بسموه نفس السكيل تبعه، اللي بيعملوا عليه اختبارات للاعتمادية والمعولية. يعني صح، اذا هذا اختبارات كام؟ التصادم. كام هذا يعتبر تطبيق مباشر ولا غير مباشر؟ هلا اذا انت بالنهايه بالبدايه بدك تعمل هذا البرودكت فصفه تطبيقات مباشرة. هلا بدك تعمل بعدين اختبارات فصفه تطبيقات غير مباشرة، فانت عملت التنتين مع بعض. حدا عنده سؤال؟ لاحطت لي الكتاب مثال صفحة 33 رابط بين الكام والكاد. يا قل لي يا شيرين صفحة 33 براس الصفحة. وضعت شركة شركة بريشان مثالا لتطبيق هذه التقنية، إذ تقوم بإنتاج الملابس حسب طلبات الزبائن ابتداء من القياس الضوئي لجسم الزبون وتحويله إلى تصميم معين باستخدام الحاسبة ومكائن تديرها أجهزة الحاسوب لقص القماش وفق المواصفات وإنتاجها بما يتلائم مع طبيعة بنية أو جسم كل الزبون، أي إدارة عمليات التصميم والإنتاج معا باستخدام الحاسوب. شفتوا شو قال؟ تصميم وتصنيع وإنتاج باستخدام الحاسوب. أنا اللي بعمل قياس ضوئي لجسم الزبون بعدين بحوله تصميم معين باستخدام الحاسبة باستخدام الحاسوب، يعني كام قصده. بعدين بشغل ماكينات تستخدم أيضا الحاسوب اللي هي كام صار بحكي، وتنتج الملابس وفق المواصفات التي تتلائم مع طبيعة بنية أو جسم كل زبون. فهو صفة أنه دمج الكام مع الكاد، الأوتبوت تبع الكاد دخله على الكام، بيعمل الانتجريشن. حدا عنده سؤال عليه؟ طيب نروح على المزايا اللي بحقق لي إياها استخدام الكاد الكام. يا شو أول ميزة بحقق لي إياها؟ يلا يا محمد. جودة المنتج. جودة المنتج، هاي أول واحد قال لي تحقق جودة المنتج. أكيد إذا بتحكي عن حاسوب فالجودة ترتفع، صح ولا لا؟ طيب شي تاني، يلا شي تاني، وهي هم مكتوبين هون. يلا يا سوزان. المساهمة في تطبيق نظام الإيصاء الواسع. هلأ بنقول شو هذا نظام الإيصاء الواسع. هلأ أنا طلبت من الشعب اللي قبليكم هم يجيبوا لي عن نظام الإيصاء الواسع اللي هو ماس كاستمايزيشن. هلأ بعطيك هلأ يعني نبذة قصيرة عنه. تعديلات يعني؟ كيف؟ تعديلات؟ لا، هذا نظام إنتاج اسمه نظام إيصاء واسع. كيف هلأ في عندك أنظمة إنتاج بالقطعة، في عندك أنظمة إنتاج
الباتش، هذا الحكي نظام جامع بين أكثر من أنظمة تقليدية، نظام إيصاء واسع أو بسموه ماس كاستمايزيشن، وفي عندي نظام تاني برضو جديد اسمه الأجايل مانيوفاكتشرينج. برضو هاد اكتبوا عندك مشان تجيب لي عنه. هاد بسموه يا إما التصنيع الرشيق، سامع عنه؟ طب حلو، التصنيع الرشيق أجايل، هيك الرشاقة الخفة أجايل، يا إما تصنيع رشيق يا إما ممكن تسميه، أنا لقيته بكتاب عربي مترجمينه الأجايل مانيوفاكتشرينج تصنيع فعال، بس أنا شفت إنها التصنيع الرشيق يمكن تكون أفضل، بس whatever ممكن تلاقي إنها التصنيع الفعال. هذول أنظمة إنتاج مثلا نفس الإنتاج بالدفعة، إنتاج بالكمية، تقرأ عنهم وتقول لي هم نفسهم. تصنيع رشيق في علي جروب أكيد بده يكون نزلوا عليه. جيب لي كمان بزيادة على الجروب، نزلوا لي على التصنيع الرشيق ونظام الإيصاء الواسع اللي هي على الجروب، بدك تجيب لي هون، بس أنا بفضل على الجروب عشان إيش الفائدة تعم للكل، يعني أنا بالنهاية بدي أقرأ هون واللي أعطتني إياه كريبورت لإلي، بس مشان زملائك برضو يقرأوا. في عندي نظامين جداد هم على فكرة، دول نوعا ما نظام إيصاء واسع وتصنيع فعال أو تصنيع رشيق. هاي نظام الإيصاء الواسع عندك اللي هي ماس كاستمايزيشن، كتبتوهم عندكم، اهتموا فيهم. لا في شغلات نطلبها بتكون ممكن اهم من شغلات، يعني زي هذا اللي بيجيب لي على الاجايل مانيوفاكتشرنج، بيجيب لي عن نظام الايصاء الواسع، مش زي مثلا اللي جاب لي عن دوره حياه المنتج. يعني في اشي بتعب اكثر من اشي، فبالتالي في مقابل له افضل مما بعطي لاشياء ثانيه. هلا قدام شوي احنا بنصير ناخذ تصنيع ومع تركيز على العمليه، رح نصير ناخذ تصنيع مع تركيز على المنتوج. هلا شو هذا شو هذا، لقدام شوي رح نعرف هذا الحكي. هلا نظام الإيصاء الواسع يا جماعة يجمع دول التنتين مع بعض. هلا انتم بتعرفوا انه في عندك احد انظمة الانتاج انك تنتج حسب ما بده الزبون، صح؟ اللي هي كاستمايزيشن، تخصيص يمكن تسموها بالعربية، تخصيص كاستمايزيشن حسب الزبون. وفي عندك ماس، هات لنا نكتب التعريف عشان نكتب الأسم. في عندي ماس واسع وإيصاء سموها كاستمايزيشن. هلا ماس شو معنى ماس؟ واسع. واسع يعني أخذتوا الماس برودكشن، الإنتاج الواسع بالعربي. شو يا عبد الرحمن؟ أيوة. بينما الكستمايزيشن بنتج الزبائن المحددين، صح؟ شو التكلفة بين الماس والتكلفة لما بتحكي عن التخصيص؟ الكستمايزيشن أكثر من الماس، يعني. صح معي؟ بالماس أنت بتنتج فوليوم كبير، حجم كبير من المنتجات، بس السبيسيفيكيشن أو المواصفات تكون موحدة نمطية، أيوة نمطية ممكن، والتكلفة أرخص، رخيص رخيصة. ماشي ماشي، نغوص بالتفاصيل، بس هلا تكلفة الإنتاج كإنتاج لما بتشغل الماكينة مشان تشتغل لك مثلا 500 قطعة، زي لما بتشغل الماكينة مشان تنتج لك قطعة واحدة، إنتاج موحد. فهي الماس إنتاج ضخم، السبيسيفيكيشن موحدة، التكلفة منخفضة نوعا ما. كستمايزيشن لا، تخصيص، أنت بتنتج مشان مثلا عبد الله، مشان محمد، مشان عدي، أو مثلا مشانكم الثلاثة، حسب زبونية بالضبط. تكلفتها ايش بتكون؟ عالية. هلا الإيصاء الواسع بده هالتنتين يدمجهم مع بعض، بده ينتج يعني حسب الزبون شو بده، بس يحاول يحافظ على التكلفة الرخيصة اللي بحققها إنتاج الماس. وضحت الصورة؟ عمل كومبينيشن بين هدول التنتين اللي هو الإنتاج الواسع والإنتاج الزبوني، قلتوا لي أو حسب الطلب أو المخصص. ماشي، جيبوا لي عنه. هلا الاجايل هذا يعني لسه قفزه على الماس كاستمايزيشن، يعني تطور لسه وين الماس كاستمايزيشن وصل، الاجايل بزياده عنه. هلا يعني حلو الواحد يعرف عنه، مش كتير ضروري هلا يعني، بس يفضل انه نعرف عنه بما انه مساق تصميم وطرق تصنيع. خلينا نجيب عنه، واذا تم معنا وقت باخر الفصل بوعدكم نحكي عنه هذا الحكي. نكمل، نرجع لمزايا استخدام الكام. يلا اشي ثاني،
شو بيحقق لي؟ يلا يا كيف الأسبابيات التنفسية؟ أكيد بتحكي عن كام؟ صرت بتحكي أنت عن سرعة، وبالتالي في عندك أسبقيات في مقارنة مع المنافسين تبعونك، أنك تقدر بسرعة تنتج، أنك دخلت الحاسوب في عمليات الإنتاج، تقديم المنتجات بسرعة، سرعة هي بتشتغل على السرعة. وأربعة جدولي. بتحكي عن جدول، صح يا سيمان؟ بتحكي عن تطبيقات غير مباشرة. طيب حدا عنده سؤال على مزايا استخدام الكام؟ مرونة. مرونة صح، في عندك مرونة، شغلات كتير بضمن هدول يمكن يكونوا يعني the most important، أهم شيء صح. طيب نيجي لآخر تقنية من تقنيات التصميم، هي virtual reality، تكنولوجيا واقع افتراضي. شو يعني هاي التقنية؟ أيها يا أشرف، هي تقنية تحاول جعل مستخدم الكمبيوتر ينغمس في بيئة افتراضية لتحقيق أو تسهيل أهدافه. هون يعني تكون تصورات حقيقية عن المونتاج، هي تصورات حقيقية، شوف تصورات حقيقية واقع افتراضي. هي مش باختصار يعني انه بيلبسوا نظارات معينة بشكل معين بغرفة بتكون مصممة بطريقة معينة فيها مجسات وحساسات كتير، وبينقلوا تصميم الكاد بنحط بالغرفة هاي، وهو بيقدر يتنقل يمشي ويتنقل، يقدر يعدل عليه ويمسكه، يعني زي كأنه هو موجود المنتج قدامه وقطع المنتج بيقدر يعدل عليها زي ما بده هو يمسكها. هلا في شغلات جديده بالفيرتشوال رياليتي اللي بنشوفها الايام، انه بطلت تصير بس للانتاج، صارت هلا بيستخدموها للتعليم، صح، وبيستخدموها غير للتعليم برضه، للترفيه ولشغلات كثير وعمالها بتنشر هلا. يعني في شركه اتش سي سي وال جي وسامسونج وسوني حاليا منافسين عليها، مين بده يطلعها اول؟ يعني اعلنوا عنها بس لسه فيش حدا منزلها، انه بمجال الترفيه، انه بتلبسها للالعاب، انت بجيب لك لعبه هيك، ممكن يجيب لك، بقول لك انه بس صغير عندك وتكون في تفاعل معه، يعني باختصار يعني واقع تفاعلي، هو يعني يعني واقع افتراضي من اسمها، يعني فيها فعلا رياليتي، في تفاعل معه، وفيها مش تفاعل، بس انه واقع فيها تفاعل، اكيد فيها تفاعل. سيد خليني اسمع، اذا سمعت مدينه رابع كل ما سووها كانوا عاملين واقع افتراضي لهم، تشبيه ايش هي مدينه روابي؟ مدينه روابي برام الله. فكان اي واحد من الناس يعني بيدخل على الغرفه خاصه بحطوا له نظارات 3D كانه بيكون عايش جوا، وبدخله على كافه المرافق بالمدينه. انا شفتها هي ودخلت، بتحس حالك انك انت في المدينه، وهي لسه المدينه اصلا مش مقارنه. صحيح. حلو حد جربها ثاني؟ في مش تطبيق عليها بس مش شغال، يعني موجود بالسوق بس مش فيرتشوال رياليتي 100%، هو بالنسبه للكمبيوتر يعتبر واقع افتراضي، اللي هي على للاكس بوكس وللبلاي ستيشن، نزلوا فيه شيء اللي بيقولوا له الكينيك، وللبلاي ستيشن بيقولوا لها الاي. باخذ كل ابعاد الغرفه اللي انا فيها موجود، حلو، وبدخلها عنده يعني على النظام، واي واحد بفوت على الغرفه بيلعب يعني على البلاي ستيشن او على الاكس بوكس متعود يلعب عليه، اول ما يفوت بيميزه بقول له انه مرحبا فلان اشي زي هيك، وبيستخدم الجهاز بيستخدمه على الصوت وعلى حركات الجسم بدون كنترول بدون متحكم. وفي فيديو بقدر احط لكم اياه ان شاء الله، دعايه المره الجاي تحط لنا اياه، خلص نحضره المره الجاي على الفيرتشوال رياليتي. حد عنده كمان سؤال عنها هاي؟ هلا جذور هاي التقنيه ايش؟ يعني ممكن مثل النظارات اللي بنرسمها ايام التلفزيونات تبعون الثري دي، نفس يعني بتعيش، بنحط تطبيقاتهم، بتعيش الجو انك انت كانك جوا التلفاز وانت. اللي كنت اقوله انه بيحكي يعني اللي قال لي انه الكاد انه الفيرتشوال رياليتي الجذور تبعته في الكاد. طب الكاد احنا قلنا انه برضه احد كانت استخداماته اللي هي انه بقدر ادخل على الديزاين وبقدر اتحكم فيه وبقدر اغيره. طب والفيرتشوال رياليتي نفس الحكي. طب اذا لايه انا اعمل فيرتشوال رياليتي ما دام عندي الكاد، والكاد بيسوي نفس اللي بيسوي لي الفيرتشوال رياليتي؟ تقليل التكاليف وحده، ودقه التصنيع ودقه التصميم. وين هذا في الكاد؟ في الفيرتشوال رياليتي، وعشان تشوف الابعاد كلها للمنتج نفسه كمان حسن من جوده التحكم بالكاد، بس يا تطور
إذا بالإمكان المستهلكين أعطوا آراء إنه تعديل ممكن برضو أي جربوها دقيقة تعديل أيات إيش بدهم المستهلكين من خلال الواقع اللي بيشوفوه في الفيرتشوال رياليتي أكثر من الكاد صحيح قبل ما يزوروا حلو التطبيق عملي بيكون فيها يعني هاي الكاد لا بيكون على الحاسوب كل شيء يعني أما هون التطبيق عملي بيكون نوعا ما محسوس هون بكون مش زي اللي على الكمبيوتر يا بحكي كثير شغلات حلوه كثير منها صحيحه وعزين كلكم جماعه بس في شيء اصح من شيء لا برضو يا ريت تبحثوا لي ايش الفرق بين الفيرتشوال رياليتي جزء المنتجات في منتج بدوش بالدوكات بدوش مثلا هون حسب منتجات شوف هاي هلا بقول لك اياها بس في شغلات انتم تجيبوا لي اياها الفيرتشوال رياليتي والكاد شو اضاف هاد عن هاد والعكس هلا ذكرني شو قلتوا داي حسب المنتج في يا جماعه فورمات الفايلز اللي بتشتغل عليها الفيرتشوال رياليتي وفي الفورمات تبعت الفايلز تشتغل عليها الكاد لا في بعض الفايلز ما بتقدر تعملها يعني انها تقدر تشتغل بالفيرتشوال رياليتي وتشتغل في الكاد فيا بتشغلها للفيرتشوال رياليتي يا بتشغلها باستخدام الكاد هم بيحاولوا انه اي فايل او اي فورمات الكاد والفيرتشوال رياليتي يقدروا يستوعبوا بس لحد هلا هاي مشكله انه في فايلات لا بس للفيرتشوال رياليتي وفي فايلات بفورمات معينه بس الكاد اللي بيقدر يشغل بس في شغلات ثانيه تخلي الكاد يتميز عن الفيرتشوال رياليتي بمحلات والعكس صحيح يا ريت تبحثوا لي عنه ماشي بس كمان ممكن هاي التكنولوجيا مخصصه لخدمات اكثر من السلع هذا انت بدك تجاوبني عليه بين الفيرتشوال رياليتي والكاد شو بما انه الكاد حقق لي اللي حقق لي اياهم الفيرتشوال رياليتي ليش اعمل انا تقنيه جديده اسميها فيرتشوال رياليتي حب استطلاع وغلبة حسب طيب ابحث لي عنه ماشي هاي انا بقول لكم ابحثوا عنه زي هيك سؤال حلو يجي في الامتحان بس يعني في من احد تطبيقات الفيرتشوال رياليتي اللي بنشوفها نزلت مع البلاي ستيشن 4 جديده اللي هي مجال السياحه انه من الفيرتشوال رياليتي لما تكون حاط العدسه تاعت الكاميرا اللي هي بقول لها بلاي ستيشن اي لما تكون حاططها بتخيل لك شو الغرفه انت الفندق اللي بتحجز فيه بيجيب لك شو الغرفه اللي بدك اياها جناح سويت يعني بخليك كانك اول غرفه تختار الغرفه اللي بدك اياها وبنشر لك اياها بالغرفه يعني بقول لك انه كيف تصميمها وكيف وانت اختار يعني هاي من احد تطبيقات الفيرتشوال رياليتي على الخدمات مثلا حلو يعني تختار الخدمه اللي بدك اياها انت بدك تختار الفندق انا ما عجبتني هاي الغرفه ليش لما اروح اعمل مشكله يعني قد ما يوصفوا لك اياها ويقولوا لك شو فيها هو بدخلك فيها يعني غير لما تعيشها غير لما تدخل فيها طيب اخر شغله بنقول عنها اليوم هي عن التكامل بين هالتقنيات اللي حكينا عنهم اللي بيستخدموا في التصميم من اجل تحقيق نظام الايصاء الواسع هلا قلت لك يعني نبذه قصيره عن شو قصدي بالايصاء الواسع لا بتقدر تستوعب كيف التصميم مساعده الحاسوب ممكن ساعدني في نجاح تطبيق الماس كستمايزيشن كيف الستيب شو هي الستيب احنا قلنا معيار تبادل المعلومات او البيانات حول المنتوج قلنا عن الفيرتشوال رياليتي لسه هلا قلنا عنها قلنا عن الكام برضه هلا قلنا اللي هي التصميم لا التصنيع هي مساعده الحاسوب كلهم هدول بتكاملوا مع بعض وبالتالي بيساعدوني لنجاح تطبيق ليش بتخلى عن التصميم والتجميع كيف تخلى عن واحد التصميم والتجميع يمكن هدول بعتبرهم هم اهم شيء بس هم بالنهايه كل التقنيات بتشتغل على نفس الهدف صح ولا لا كلياتهم بيشتغلوا نفس الهدف فاكيد برضه الديزاين فور مانيفاكتشرنج اند اسمبلي بتلاقيه في محل من المحلات يمكن بشكل مباشر بيعتبروا الكتاب شايف يعني بقول لك مش بشكل مباشر بيعتبر انه هو من اللي يعني الاساسيات اللي ساعدت في النجاح بس هو اكيد ولا شك ناجح ساهم في النجاح طيب حدا عنده سؤال